أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في أربيل اليوم عن الإعداد لمعركة كبرى لتحرير محافظة نينوى من داعش، فيما رفض العبادي الكشف عن موعد المعركة حرصا على عنصر المباغتة لتحقيق النصر. في أولى زياراته للإقليم بعد توليه منصبه، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه تم الاتفاق مع رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان برزاني على توسيع التعاون المشترك بينهما على كافة الأصعدة. وأشار العبادي إلى أن مصير أربيل وكردستان مرتبط بمصير العراق الواحد، حيث أن العدو في إشارة إلى داعش يستهدفهم جميعا دون استثناء، موضحا أن التنظيم بات يترنح من ضربات القوات الأمنية المشتركة وخصوصا بعد كسره في تكريت. مجيئنا اليوم إلى أربيل هو نتعاون وننسق على خطة مشتركة لتحرير أهل نينوى. نحن ليس لنا أي مصلحة، لا حكومة اتحادية ولا حكومة إقليم كردستان، في التجاوز على أراضي نينوى. نينوى لأهل نينوى، ونتعاون لتحرير نينوى من أجل مصالح كل مواطني نينوى بجميع فئاتهم بجميع انتماءاتهم، وهذا هو الخط الأساسي. ميدانيا أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار أن القوات الأمنية تمكنت من صد هجوم لداعش بواسطة انتحارية يقود مركبة مفخخة على مقر سرية لشرطة حرس الحدود على الحدود العراقية السعودية بالرمادي. من جهته قال قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل البرواري أنهم يعدون العدة لشن هجوم على مدينة الرمادي، متوقعا استعادتها خلال 4 أيام، مضيفا أنهم سيهجمون على مدينة الموصل بعدها. يأتي هذا فيما أعلن مجلس محافظة نينوى تجهيز 16 ألف مسلح من البشمركة لمشاركة قوات الجيش في الهجوم على الموصل.